السلام عليكم. هنا غادي نخيطوا هاد الكاب اللي فصلت معاكم. كما كتشوفوا هنايا، اول حاجه غنبدا بها هي المونطي الكتاف. غادي نبدا من الكتف، هنا الرقبه هي هادي، والتركيز راه كنديروا التركيز على التركيز. غادي نمونطي هنايا الكمام، هذا هو المنتصف ديالكم. المنتصف كنديرو هنايا مع هاد الخياطة ديال الكتف، وكما شفتو هنا هاد العلامة هادي اللي كنت مقسم منها من الجهة ديال الأمام، راه كنديرها هي اللي من جهة الأمام. هادا هي الضوبة ديال الأمام كما كتشوفو، وهادي هاد الجهه هادي غتكون هي ديال الخلف. صافي، كنبدا الخياطه ديالي، كنمشي هكا كنقادو. كما شفتو هنايا هداك 3 سنتيم اللي قلت لكم كتجي زايده بلا جوج، هادي كنخليوها من الاحسن نخليوها حتى نديرو لي سياج وعاد نحيدوه. كنتو متاكدين من العبار ديالكم، كتنقصوها ملي كتكونوا كتفصلوا كتنقصوها. صافي، كنمونطي الكمام ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نمونطي الكم الاخر وندوز لهم السورجي من هنا، وندوز حتى الكتف ديالي، ومن بعد ملي غندوز لهم السورجي تمايا غادي نمونطي من هنايا من الجناب من الكوطي. غادي نمونطي بالسورجي، غنبدا السورجي ديالي من هنا ونهبط معاه، نهبط هنايا مع الكوطي كامل بالسورجي. هاد الكاب هذا راه ساهل، كما شفتو هنا الطراساج اللي طراسيت راه كيجيو متقابلين، هذا الخلف وهذا الامام. صافي، كنهبط معاه حتى للتالي لتحت حتى كنوصل لهنايا للتالي. من الاحسن مونطيوه بالسورجي الا عندنا السورجي. هنا راه سورجيتها كما قلت لكم مع كوطي، هبطت معاه كامل. دابا غادي نعاود بالخياطه البيكوز. غادي نبدا لوغلي ديالي، هاد الهبطات غندير لها غندير لهم لوغلي عادي طويل واحد داك 4 سنتيم اللي خليت، ما درت لهمش هما السورجي. ما غنطوي واحد سنتيم ونص، ونزيد نطوي هنايا واحد جوج سنتيم، تجيني هنا لوغلي شويه عريضه فيها واحد جوج ديال السنتيم هكا على هاد الشكل. كما كتشوفو يجي على هاد الشكل هذا.
الدوره ديال الرقابه كما كتشوفوا هنايا. غنحاول ندير واحد الكرانات باش يجيني داير الدوره ديال الرقبه تجيني دايره. كتشوف هذا الكريب راه ما كيتيريش، شوف فاش كيكون واقف ما كيتيريش. نديروا له كرانات باش نجيو ندورو مع شي دوره باش يدورنا مزيان. انا درت كرانات صغيره. كما شفتوا هنايا هذا هو التالي ديال الهبطه. دابا هنا غادي ندور مع الدوره ديال العنق. غادي نطوي عاود واحد جوج طويات، نطوي سنتيم ونزيد سنتيم واحد اخر. ندور مع هاد البليصه، مع هاد القنت هذا ندور معاه. بعد الدوره هذه غادي نطوي كما قلت لكم سنتيم ونزيد سنتيم واحد اخر، هي جوج ديال السنتيم. حاول يجيني داير كما قلت لكم، ضروري ديروا كرانات هنايا باش يجيكم داير مزيان. غادي نخيط داك الشريط اللي غيكون عندي من الداخل، اللي غيكون عندي مغلف الحزام. راني نسيت ما فصلتوش معاكم هذا في الصاله، كنقطعوا فيه واحد 3 سنتيم في العرض، والطول كنديروا الطول العرض والعرض كنديروا داكشي اللي عندنا هنايا في الحزام. الدوره ديال الحزام كنحسبوا شحال عندنا وكنقطعوا فيه الطول ديالو، ولا كنقطعوا غير شريط طويل حتى كنخيطوا داكشي اللي شاطعت كنولي نقطعوا. هنايا كما شفتوا هذا هو التراساج اللي تراسيت ديال الحزام، هو هنايا باين مزيان. هنا حتى هنا راه متراسي عندي ما باينش مزيان، هو هذا. غادي نبدا من هنايا، هذه هي الهبطه اللي غتكون عندي، هذه اللي غتكون عندي في الامام. كنجي لهنايا وكنحطو على داك التراساج، هاد التراساج كيجيني في الوسط، وكنحط عليه هذاك هاد القطعه هادي اللي غتكون عندي مغلفة داك الحزام اللي غادي نحشي هنا في الوسط. كنجيبو وكنحطو هنايا، ما كنخرجش على الحاشية باش ما يجينيش باين من يتلبس. كنجيبو هكا داخل شوية، ديرو على هاد الخياطة اللي عندي هنايا صافي. وغنشدو هكا بالبانقات هنايا، كما قلت لكم التراساج يجي في الوسط، دي نخليوه في الوسط، والخياطه غتجينا من هنا ومن هنا صافي. غنشد غير هاد البدايه هادي، وهادي راه غنديها هكايا، غنشد بيديا يديهم هكا قياس واحد، ما غاديش نجبد هذا بزاف ولا هذا بزاف.
كما شفتوا كنبقى غاده وكنقاد هاد السنته هادي كنقادها على هاد التراساج اللي عندي فين تراسيت، كنشدو هكا مقاد ونمشي هنا كنمشي بالخياطه على السورجي. كما شفتوا هاد القطعه هادي راه سورجيتها من هاد الجهه ومن هاد الجهه. صافي راه كنطوي هنايا واحد سنتي ندخلو لداخل. دابا غادي نرجع مع الجهة التانية. كما شفتوا خيطنا داك التبطين ديال الحزام، كنخيطو من هنا على السورجي ومن هاد الجهه هادي. كما شفتوا من الوجه غتيجي على هاد الشكل هذا. صافي هنايا غادي نحشيو داك السيور ديالنا ديال الحزام. مزال غنخيطو معاكم. دابا غندير لوغلي، كنطوي هنايا جوج سنتيم. هنا غندير لوغلي ديال الكم ديال 3 سنتيم. سنتيم راه خليت انا 4 هنايا في الكم، سنتيم كندخلو فيه من جهة الكتاف و 3 سنتيم كتبقى لي هنايا. غنجيب داك الحزام اللي فصلت معاكم، هنايا غادي نطوي سنتيم من هاد الجهة كما كتشوفوا هكا، نطوي سنتيم من هاد الجهة هذا وسنتيم من هاد الجهة، ونوليو نطويوها المرة الثالثة على هاد الشكل، وندوز عليه بالخياطة هنا في الحاشية. صافي كنبقى غادا هكا كما كتشوفوا هنايا، راه كيجي ساهل ما صعيبش في الخياطه. كنطوي هكا كيتسطوى بسهوله، وكندوز بالخياطه على الحاشيه. انا راه دائما كنساعد بيدي وكنطوي، عاد كندوز هكا الماكينه، عاد كنولي نطوي داك المسافه اللي غنخيط عاود.
هكا غادي نشدها بيديا هكا. كما شفتوا هنايا راه جاوني متقابلين هاد الحزام، راه جاني متقابل هنايا. هذا هو الدورة ديال الكول ديالي هي هادي، جاو متقابلين، مازال غادي يتحدد وغادي يبان. هنايا راه كندير الفنتة هكا، صافي. وغادي نحشيه هنايا من هنا في الداخل، غادي نحشيه هكايا، ندوزو كامل حتى يخرج من هاد الجهه هادي صافي، وغادي يتجمع. دابا ان شاء الله نصور لكم الشكل النهائي كي غايجي، تنحددهم حتى نحدد هاد الكاب. نتمنى يكون عجبكم هاد الموديل، هذا راه مطلوب في هاد الصيف. الا بغيتو كيما قلت لكم ديروا له الدونطيل هنا في الهبطه، راه كيجي زوين وفي الكمال. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو.